الإسماعيلية ابتدأت بالمحل هنا سنة 1944. آخر مرحلة ليا في التعليم في مدرسة السلحدار عند باب الفتوح. سليمان أغا السلحدار. على فكرة السلحدار دي مش اسم إنما هو لقب وظيفة. سعادتك اللي هو ماسك السلاح يعني. البير كانوا العمال بيملوا بالقرب زمان ويتملي والناس تيجي تشرب منه ميه كانها مثلجه وطعمها جميل وحاجه حلوه قوي وكانت بركه من عند ربنا. الارض تحت الارض ده اللي بيتملي ميه، لكن بعد كده هو فوق اللي هم في كذا حجره موجودين اللي كانوا بيملوا بيعبوا منها الميه للناس تشرب منها من السبيل من الخارج. هم بيبقوا من الداخل وهو اللي بيشربوا من الخارج، وكانوا زي سلطانيه كده صغيره بيشربوا يعني بيسقوا الناس منها، وكانت بسلسله نحاس وحاجه حلوه وكانت أنظف ما يكون. وللآن جميع السواح اللي ما يزورش هذا المكان كأنه ما جاش مصر.